على الهاتف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان. سياده اللواء مساء الخير، مره اخرى اتحدث اليك عن فعاليات بتقوم بيها جمعيه الاورمان. اهلا بيك معايا. اهلا بحضرتك واهلا بكلامك الايجابي واهلا بهذا البرنامج الطيب اللي كله ثقه لمن يستمع اليه في كل مجالات. يا سياده اللواء انا شفتكم وشفت شغلكم ونزلت معاكم، الحقيقه انا بكون فخور جدا بشبابكم، بالمتبرعين، بحرصكم، باهتمامكم، بدراستكم، كل ما اراه منكم يدل على مدى اهتمامكم بهذا البلد، فانا اللي بشكرك مش انت اللي تشكرني. هي حقيقي فعلا حضرتك معانا بايدك وبكل احساسك في كل توزيعات الاورمان، وسيادتك فعلا احنا عندنا مئات الالاف من البطاطين من اللحفه، بل بالعكس يمكن مجرد ستر ودفى مش على الاقل، بس اللي ما عندوش سقف بنعمل سقف، شباك، باب، وانا بأشيد بكل مصري طيب على ارض مصر الطيبه اللي بيوصل والله يا فندم من كل دول العالم بيجيب لي تبرعات، يقول لي انا اهل قريتي في الحته الفلانيه، عاوزك تعمل البيت ده، عاوزك تعمل السقف، عاوزك تعمله شبابيك، عاوزك تعمل ابواب، عاوزك توزع بطاطين، عاوزك توزع لحته. شعورك ايه بهذه الثقه؟ خليني معلش انا عارف ان احنا بنتكلم عن حمله ستر ودفع، بس خليني اخدك شويه بعيد عنها. احساسك ايه لما بتشعر بهذه الثقة من الناس؟ انا شخصيا لما باجي احط او اتبرع لهذه الجمعية، اصلا شفتكم انتوا بتخبطوا على الابواب، انتوا عارفين الناس بالاسم في المناطق، انتوا بتروحوا لهم عارفين رايحين الحتة الفلانية والبيت الفلاني والعنوان الفلاني والشباك الفلاني. شعورك ايه بهذه الثقة؟ بتحس بايه لما تشعر بثقة الناس كده؟ انا بحس فعلا ان هذه المصداقية بتكون عند المستفيد رقم واحد، بيحس ان هو مستفيد حقيقي، بيحس ان حقه بيجيله، بيحس ان هو ايدينا في ايديه، بيحس ان مش لوحده. ده بالعكس انا يعني اللقطه اللي سيادتك جبتها لزياده السيده حرم السيد رئيس الجمهوريه لمستشفى شفا الاورمان، دي قمه المصداقيه. تختار هذه المستشفى اللي بجنوب الصعيد تخدم 7 محافظات عشان تزور مستشفى الاطفال للاورام وتوزع الهدايا، اذا كان يعني من كل هذه الثقه والمصداقيه. انا بقول لحضرتك وبشكر الاعلام الايجابي اللي بيظهر هذه الايجابيات، لان مصر ما زالت طيبه وبكره احسن وبكره احلى. وزي ما حضرتك بتقول جميع المحافظات من اسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، حلايا ابو شلاتين، جنوب سيناء، البحر الاحمر، بورسعيد عشان بلدي بورسعيد يا فندم، ده احنا بنوزع في بورسعيد كمان مش بطاطين وبس، وهنوزع ان شاء الله كل سنه وحضرتك طيب مع دخول رمضان كرتونه رمضان ولحوم. احنا عندنا ان شاء الله اكتر من 1,000,000 كيلو لحوم هتوزع على كل انحاء مصر بجانب المواد الغذائيه. والله يا فندم الملحمه اللي في مصر مع السيد رئيس الجمهوريه لما قال 2022 هو عامل المجتمع المدني، حقيقه المجتمع المدني في كل مجال في كل حاجه مع سيادتك. انا مبسوط جدا ان سيادتك معانا قلبا وقالبا وبايدك وحضرت كل دوت، فعلا حضرت مع جمعيه الاورمان في كل انحاء محافظات الجمهوريه. ده الاعلام الايجابي وان شاء الله ان شاء الله وباذن الله هستمر معاكم وباذن الله هيستمر دعم الناس. الناس بتدور يا جماعه على جهه ثقه، لان الناس دي فعلا ايديها في ارض الواقع. سياده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان بشكرك شكرا جزيلا. خليني اقول لحضراتكم عندنا ايه النهارده.